عندنا حاجات كتيرة النهاردة، بس خلينا نبدأ من تاريخ النهاردة. احنا كل يوم عندنا أحداث مهمة، والنهاردة حدث غير تقليدي لأنه طبعا حدث عالمي. طبعا من ساعات قليلة العالم كان بيشاهد ظاهرة فلكية مصرية خالصة، وهي الظاهرة دي يعني بتجمع، يعني هقول لحضراتكم، تقريبا ملايين حول العالم بيتابعوها من مكانها أو حتى من خلال الأخبار، وهي ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس بأبو سمبل في جنوب مصر. زي ما احنا شايفين دلوقتي كده الصور والفيديوهات معانا على الشاشة، الظاهرة الفلكية الفريدة دي جسدها قدماء المصريين، وبتتكرر مرتين كل سنة في 22 أكتوبر اللي هو زي النهاردة كده، وأيضا في 22 فبراير. المشهد العظيم ده بيكون فيه حضور من السائحين الأجانب من كل دول العالم زي ما قلت لحضراتكم، وكمان محبي الآثار المصرية من المصريين، وبيتوافدوا على المعبد. يعني عايز أقول لحضراتكم من مع شروق شمس النهاردة اللي هو 22 أكتوبر، الظاهرة بدأت في تمام الساعة 55 دقيقة صباحا يعني 6:10، واستمرت لمدة 20 أو 25 دقيقة على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس بأبو سمبل. وإحنا دلوقتي شايفين مع حضراتكم تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، حاجة في منتهى العظمة والله، طبعاً فرح طبعاً، حاجة تخلينا فخورين جداً بمصريتنا. أكيد أكيد طبعاً.